السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي مجددا في هذه الحلقة اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سنقوم بشرح طريقة التسجيل في برنامج التسويق بالعمولة التابع لشركة أمازون إذا الكثير من الأشخاص لا يعرفون يعني طريقة التسجيل في برنامج التسويق بالعمولة الخاص بأمازون في هذه الحلقة إن شاء الله سأطلعكم على طريقة التسجيل طريقة ضبط الإعدادات الخاصة بالحساب الخاص بنا طريقة وضع يعني وسيلة الدفع أو سحب الأموال على أمازون أفيلييت أو اسوسييت وكذلك ضبط معلومات الضرائب الخاصة بنا وطريقة الترويج للمنتجات الخاصة بنا وكيفية القبول وكذلك طريقة التسجيل إذا كما تلاحظون هذا هو الموقع الرسمي لأمازون كما تلاحظون هنا أمازون دوت كوم هنا ستجد يعني كل المنتجات التي س يعني تبحث عنها او يمكنك ان تجد هنا في الصفحة الرئيسية منتجات او يمكنك البحث من قسم البحث اذا اذا وجدت منتج معين واردت الترويج له كيف ستقوم بذلك مثلا انا اريد الترويج لهذا المنتج كيف ساقوم بذلك اول شيء يجب ان تكون لديك حساب في امازون اسوسيت قبل ان نبدا بشرح طريقه التسجيل في امازون افيليت يعني ارجو ان تشترك اول شيء في القناه وتقوم بتفعيل خاصيه الجرس والضغط على زر لايك ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده اذا قبل ان نبدا بشرح طريقه التسجيل في امازون افليت يجب ان اطلعكم على بعض التفاصيل المهمه حتى لا تقع يعني في يعني مشكلات لاحقا أه سأطلعك من طبيعة الحال على طريقة ضبط الإعدادات طريقة ضبط ملف الضرائب طريقة دفع أه يعني ضبط وسيلة الدفع الخاصة بك إذا بعد أن يتم قبولك في أمازون أفيليت ستجد أن الحساب الخاص بك بهذا الشكل لديك الهوم لديك البرودكت لينك هنا يمكنك أن تستخرج الروابط الخاصة بالمنتجات والبانيرات لوضعها في الموقع الخاص بك أو المدونة الإلكترونية الخاصة بك هنا لديك بعض الامور الخاصة بالبروموسيون هنا لديك التول كما تلاحظون هنا لينك شيكر يمكنك ان تقوم باستخراج رابط منتج معين عن طريق عمل له تشيكر هنا لديك سايت سترايب هنا بعض الادوات الاخرى لديك قسم الريبورت يمكنك ان تقوم بالحصول على تقارير خاصة بالزيارات والارباح من هنا ولديك قسم المساعدة هنا اذا نزلنا هنا الى الاسفل انا كذلك هنا قمت ب يعني تجيل حتى يعني اشرح لكم المنصه اللي تفهموا من الاول يعني بالحساب مصفر يعني ليس هناك اي ارباح لديك هنا الايرنينغ اذا بدات الارباح يعني في العمل ستجد هنا يعني الارباح الخاصه بك لديك كما تلاحظون باللون الرمادي الكوميسيون يعني العموله التي كسبت في الاسفل يعني بال يعني اسفل منها لديك البونشي ولديك الكليك يعني النقرات التي تاتيك أه هنا في هذا القسم لديك التوتال ايتيم شيبينج يعني عدد المنتجات التي تم شحنها اذا تم شحن المنتجات ستجدها هنا بدل الصفر لديك التوتال اورنينج يعني مجموع الارباح لديك التوتال اوردر ايتيم يعني عدد الطلبات التي تم شحنها لديك عدد النقارات ولديك عدد النقرات ولديك الكونفيرسيون هنا المعدل الخاص به في الاسفل هنا كذلك لديك هنا التوتال كوميسيون يعني أه مجموع العموله كذلك التوتال بونتي وكذلك مجموع مجموع النقرات هنالك يعني بعض العروض تظهر معك هنا يمكنك ان تجد هنا بعض العروض لاحظوا معي هنا يمكنك الحصول على الرابط من هنا بالضغط على جيت لينك وتحصل على رابط المنتج مباشره من هذه المنتجات هنا التي تظهر معك سنرى كيف ذلك كما تلاحظون عند النقر على المنتج تظهر معك هنا عده خيارات بالنسبه للباكراوند كذلك التايتل كذلك الامور الخاصه بالبوردر الخاصه ب هذا يعني كما نقول بكود اتش ام ال او الإيفريم الذي تقوم بوضعه في المدونه الخاصه بك يعني مثلا بانر بهذه الطريقه كالبانرات الخاصه بجوجل ادسنس أه لديك هنا لديك تكست اونلي مثلا فقط يعني الكتابه يعني نص فقط لديك هنا ايميج اونلي صوره فقط بالنسبه للرابط كيف ستحصل على رابط المنتج اذا كنت ترغب يعني برابط تحصل يعني على رابط المنتج لاحظوا معي هنا اذا اتينا الى هنا ستجد معك كود اتش هذا هو الذي ستقوم باضافته الى المدونه الخاصه بك بريس او بلوجر لتضع من طبيعه الحال البانر الخاصه بأمازون ثاني شيء لديك هنا ستاندر لينك كما تلاحظون هنا ولديك هنا شورت لينك لديك رابط قصير كما تلاحظون تقوم بالترويج له وهنا يمكنك ان تجد كذلك الرابط الخاص بالصفحه الخاصه بك اذا قمنا بالتوجه والنقر على زر الفأرة الايمن وقمنا بالضغط هنا على open link in new tab يعني فتح الرابط في صفحه جديده ستجد هنا رابط المنتج كما تلاحظون هنا هذا هو رابط المنتج وإذا قمنا بالبحث عن الاي دي الخاص بنا داخل رابط المنتج سنجد أن الاي دي الخاص بنا متواجد من طبيعة الحال داخل المنتج إذا لاحظوا معي هنا لاحظوا معي سنبحث عن الاي دي الخاص بنا أين يوجد نعم لاحظوا معي هنا هذا هو الاي دي الخاص بنا يعني معرف الرابط التي من خلاله سنحصل على عموله من موقع امازون اسوسيت اذا اذا عدنا الى الحساب وتوجهنا الى الاعلى هنا ستجدون ان هذا هو الاي دي الخاص بنا كما تلاحظون الخاص بالستور الخاص بنا او الروابط الخاصه بنا أه نعود الان الى الـ هنا الى قسم السيتينغ account setting هنا قسم الاعدادات لديك البيمنت هيستوريك يعني هنا ستجد يعني كل الدفعات والسحوبات التي قمت بها يعني من امازون افيليت او السحوبات لديك هنا ماناج يور تراكنج اي دي يعني تقوم باضافه التراكنج او التعديل على التراكنج الاي دي الخاص بك وهنا سيجن اوت للخروج سنتوجه الى قسم الاعدادات نقوم بالنقر على اكونت سيتينج بالنسبه لقسم الاعدادات لديك change your password هنا يعني يمكنك ان تقوم بتغيير كلمه السر تقوم باضافه كلمه السر القديمه ثم تقوم باضافه الجديده وتقوم بتاكيدها لتغيير كلمه السر لديك edit your website and mobile apps من هذا المكان هنا ستقوم باضافه المواقع التي ستقوم بالترويج عليها روابط امازون لديك edit website information هنا يمكنك ان تقوم بالتعديل على الويب سايت او المواقع الخاصة بك التي قمت بإدراجها على أمازون لينك ستور اي دي يعني رابط المتجر الخاص بك تشينج يور ون لينك تراكنج اي دي يعني يمكنك أن تقوم بتغيير Tracking اي دي الخاص بك Manage يور تراكنج اي دي مهم هذه المعلومات هنا لن تحتاجها على الأغلب حاليا كل ما ستحتاجه هو, هو أن تقوم بالنقر هنا على اسوسيات سايت سترايب لتقوم يعني بتحميل يعني اكستنشن على متصفح الكروم او الموزيلا ستساعدك يعني بالحصول على روابط المنتجات من موقع امازون الرسمي مباشرة دون ان تقوم بعمل جينيريت uh, للروابط داخل منصة امازون افيليت uh, الان سنعود الى هنا تشينج يور كونتاكت انفورميشن هنا يمكنك ان تقوم ب التعديل على الاعدادات الخاصه بك الانفورميشن هو قسم مهم جدا ستبدا يعني بملئه عند البدء في التسجيل من طبيعة الحال سنشرح طريقه التسجيل وسنقوم يعني بهذه الامور مباشره لكن من الواجب ان نشرح كل الامور بالتفصيل اذا هنا لدينا اول قسم هنا الاسم الذي سيتم الدفع له هنا يجب عليك ان تقوم باضافه اسم الشخص الذي سيقوم باستلام المال اي انه يجب ان يكون اسمك الحقيقي ويجب ان يكون حسابك يعني باسمك اذا يجب ان تكتب الاسم الاول والثاني اذا كان اسمك ثلاثي قم بكتابه الاسم الاول والثاني والثالث بطبيعه الحال عنوان السكن الخاص بك اذا كان لديك عنوان ثاني قم بادراجه في حالة لا يعني لم يكن لديك اترك الخيار فارغ بالنسبة للخيار التي عليها نجمة بالاحمر فهنا من الضروري ان تقوم بوضع أما التي ليس عليها نجمه فهي يعني يعني كما نقول اختياريه لديك السيتي يجب ان تقوم باضافه المدينه الخاصه بك لديك الستيت بروفينس اور ريجين يعني المنطقه الخاصه بك زيب او بوستال كود يعني الرمز البريدي المخصص للمنطقه الخاصه بك الكونتري يجب ان تقوم باضافه البلد الخاص بك ومن الحال تقوم باضافه رقم الهاتف الخاص بك وبطبيعة الحال هنا تختار هذا الخيار ثم تقوم بالنقر على Save Change لحفظ المعلومات الان سناتي الى وسيله الدفع او وسائل الدفع التي يمكنك من خلالها ان تقوم بسحب المال الخاص بك هنا لديك Change Payment Method هنا يمكنك ان تقوم بتعديل وسيله السحب الخاصه بك بالنسبه لوسائل السحب فكما تعرفون اخوان فموقع امازون يمكن ان يدفع لك من خلال بنك امريكي يعني لا يقوم بالدفع للبنوك العربيه كما تعرفون لذلك فاستعمال بايونير فهو فا امر رائع جدا لاستلام الاموال الخاصه بكم من امازون او بنك امريكي وكما تلاحظون ان يعني بايونير توفر لك يعني عده بنوك من بينها بنوك اوروبيه وامريكيه كما تلاحظون انا هنا وضعت بنك يعني الماني يعني يمكنك الحصول على هذه المعلومات من حساب البايونير الخاص بك أه تقوم بإضافة البنك لوكيشن كما تلاحظون هو بنك ألماني يعني العملة الخاصة بهم طبعا الحال فهي بالأورو هنا لديك الأكونت هوليدر نيم يعني اسم صاحب الحساب أه بنك نيم اسم أه البنك الخاص بك لديك الأيبان هنا كما تلاحظون ولديك البيك كود وهنا كونفيرم يعني للأيبان الخاص بك اما بالنسبه للسحب فتختار هل تريد ان تقوم بسحب يعني عندما تحصل على مبلغ 10 دولار هناك ما تلاحظون بي مي باي امازون جيفت كارد هنا يقوم بالدفع لك عندما تحصل على 10 دولار يدفع لك عن طريق الحصول على جيفت كارد يعني بطاقه الهدايا وهنا بي مي باي شيك هنا يدفع لك يعني عن طريق الشيك عندما تحصل على 100 دولار كما تلاحظون انا لا انصحك يعني بالحصول على الاموال الخاصه بك عن طريق شيك انصحك يعني باضافه حساب البنكي الخاص بك كما قمت انا باضافه هذه المعلومات التي تلاحظون هنا ثم تقوم هنا بالنقر على سابميت الان هذه هي معلومات البنك من طبيعه الحال الخاصه بك التي يجب عليك بهذه الطريقه يجب عليك ان تقوم باضافتها انترناسيونال بانك اكونت كليك دولور سنعود الان الى معلومات الضرائب الخاصه بالحساب الخاصة الخاص الخاص بنا uh, اول شيء يجب عليك ان تقوم يعني ان تعرفه يعني فامازون أمازون عندما تبدا يعني او تفتح حساب على برنامج التسويق بالعمولة التابع لامازون فليك فلديك مدة 180 شهر في هذه 180 شهر يجب عليك ان تبيع المنتجات على امازون اذا لم تقم ببيع اي منتج فسيتم بغلق الحساب الخاص بك من طبيعه الحال لانه يعتبر حساب راكد يعني لا يتحرك لذلك يجب عليك ان تحصل على مبيعات قبل ان تمر فتره 180 يوم اي سته اشهر سناتي الان كما تلاحظون هنا ديك الفايور بيمنت هيستوريك هنا بالنسبه للهيستوريك بيمنت يعني كل المعاملات التي قمت بها هنا ديكا فايور ريت كارد وهنا ديكا فاي بروفيت تاكس انفورميشن يعني قسم الضرائب وكما تلاحظون هنا كورن تاكس ستاتوس كومبليت يعني تم اكمال هذا القسم اذا قمنا بالنقر هنا ما هي معلومات الضرائب معلومات الضرائب هي معلومات تتيح لك الاستفاده من رقم ضريبي هذا الرقم الضريبي يمكنك من استرجاع نسبه الضرائب وكما تعلمون فامازون تقتطع عفوا اخوان فكما تعلمون امازون تقتطع نسبة ضرائب 30% في المئة اذا لم تتوفر على رقم ضريبي 30% في فهي نسبة عالية في حال ربحت مثلا مئة دولار فستقتطع منك امازون 30 دولار كنسبة ضرائب لذلك يجب عليك ان تتوفر على رقم ضريبي بالنسبة للرقم الضريبي هناك رقم ضريبي للاشخاص الذين يتواجدون داخل امريكا وهناك ارقام ضريبية للاشخاص الذين خارج امريكا مثلا داخل امريكا يملا يعني يقومون بملء يعني فورم او نموذج ضريبي معين والاشخاص الذين خارج امريكا يقومون يعني بملء نموذج معين بالنسبه للاشخاص الذين خارج امريكا يتم طلب منهم التي اي ان اي هو عباره عن رقم تحصل عليه من ال الانترنال ريفينيو سيرفيسز اي الاي يعني مديرية الضرائب الأمريكية أو يعني رقم ضريبي إذا كان إذا كانت بلدك توفر أرقام ضريبية يمكنك أن تقوم بالحصول على رقم ضريبي من بلدك أو من مديرية الضرائب IRS وتقوم بتضمينهم طبيعة الحال هنا أنا قمت بالحصول على رقم ضريبي ان الذي هو الـ Identification Internal Number قمت باضافته من طبيعه الحال هنا في قسم الضرائب هو عباره عن رقم تسلسلي تقوم باضافته فامازون افيليت يقوم بوضع لك المعلومات الخاصه بك مباشره مضمنه عند يعني التسجيل مثل الاسم الاول وعنوان السكن والاسم المستفيد الذي من الضرائب والعنوان الخاص بالضرائب والامضاء الخاص بك بالنسبه للامضاء يجب ان يكون بالاسم الخاص بك قم وضع الاسم الخاص بك في الامضاء و تاريخ يعني, يعني ملء الفورم الخاص بالضرائب يعني معلومات بسيطة سبق وشرحتها يعني شرحتها سأترك لكم يعني في صندوق الوصف الخاص يعني في بهذا الفيديو طريقة الحصول على الرقم الضريبي لوضعه على سواء كان مشبع امازون او امازون افيليت او منصات اخرى مثل برينت فول يعني في منصات اخرى تعتمد يعني على يعني تعمل بهذا النظام يمكنك ان تحصل على عائد الضرائب الخاص بك الذي يكون 30% اذا تقريبا هنا شرحت لكم امازون افيليت يعني الداشبورد وشرحت لكم يعني كل الامور الخاصه كيف تكون واجهه الحساب الخاصه بك وكيف يعني تقوم باضافه وسائل السحب الخاصه بك لاحظوا ما هي هنا لم نشرح هذا القسم الذي هو هنا and موبايل في هذا القسم هنا يمكنك أن تقوم بإضافة كل المواقع التي ستقوم بالترويج لها إذا أتينا هنا إلى الأسفل كما تلاحظون هنا أنا هنا أقوم بإضافة عدة مدونات وأقوم بإضافة رابط قناة اليوتيوب الخاصة بي التي أقوم بالترويج عليها هنا انتريور ويب سايت هنا إذا كان لديك موقع إلكتروني وترغب يعني بترويج المنتجات الخاصة بأمازون أفيليت على هذا الموقع قم بإدراجه هنا كما تلاحظون وقم بالضغط هنا على أدد وإذا كان لديك تطبيق من طبيعة الحال فستقوم يعني بوضع رابط التطبيق هنا ثم تقوم بوضع هنا اضيف بالنسبه لي عند التسجيل فاذا لم يكن لديك مدونه الكترونيه اي موقع الكتروني ومن الواجب ان يكون لديك موقع الكتروني لانه يسهل عليك الكثير من الامور ليس فقط يعني في التسجيل على امازون بل بالتسجيل في عده منصات كما سيمكنك من الحصول على بريد احترافي او تجاري للقبول في عدة شركات ومعظم الشركات تطلب يعني مصدر ترافيك ومصدر ترافيك فهو على الاغلب يكون موقع من يعني ملكك لذلك من الواجب ان يكون لديك موقع قلنا انه ليتم لي قبولك في التسجيل على امازون افيليت يا يج يعني اما يجب ان تكون لديك مدونه الكترونيه او يكون لديك صفحه على فيسبوك تكون صفحه موثقه عليها على الزرقاء او على تويتر او على الانستغرام وكذلك او على يوتيوب يعني تكون لديك قناه يعني موثقه ثم تقوم باضافتها ليتم قبولك في امازون افيليت الان سناتي الى يعني الاداه التي يجب عليك ان تقوم بتحميلها او الاكستنشن اذا قمنا بالعوده هنا لاحظوا معي هنا تظهر معنا اين 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 لدينا هنا اكستنشن لم تظهر معي هنا ربما ربما موجوده هنا مع العديد من الاكستنشنات المهم سأريك من اين ستقوم بتحميلها المهم سنعود الى هنا تأتي الى هنا اسوسييت سايد سترايب ثم تقوم بالنقر على هذا الخيار هنا عندما تقوم بالنقر على هذا الخيار هنا كما تلاحظون هنا هنا يقول لك ان هناك يعني اكستنشن ستساعدك يعني بالحصول على روابط المنتجات او النشر مباشره على تويتر او على فيسبوك دون ان تقوم يعني بالحصول او عمل جينيريت للروابط الخاصه بك لاحظوا معي هنا تقوم سيكون هذا الخيار يعني مغلق ستقوم بوضعه إنيبل في هذا الخيار هكذا كما تلاحظون وكما تلاحظون هنا جيت لينك شير كما تلاحظون ستقوم بالاستعانه بهذه الخيارات بهذه الطريقه ثم ستوجه يعني امازون عندما تقوم يعني بالتوجه الى امازون الموقع الرسمي الخاص بامازون ستظهر معك الاضافه هنا كما تلاحظون هنا سايت سترايب هنا يظهر معك تكست ايميج تكست بلس ايميج وهنا يظهر معك كاستم هنا يمكنك ان تقوم بعمل شير للمنتج مثلا هذا هو المنتج يمكنك ان تقوم بعمل له شير على فيسبوك او على تويتر بالنسبه لطريقه الحصول على الرابط هنا تقوم بالنقر على تكست بهذه الطريقة هكذا ثم تحصل على الرابط هذا هو الرابط لاحظوا معي هنا هنا فول لينك وهنا شورت لينك يعني هنا رابط كامل للمنتج وهنا رابط قصير اذا هذا هو الرابط الذي ستقوم بالترويج لا تحصل عليه وتقوم بالترويج له الحال لهم على المدونات التي ستقوم بوضعها على امازون اذا لديك ثاني شيء هنا لديك هذا الموقع سيساعدك في الحصول على كل التقارير والتفاصيل التي من خلالها ستجد المنتج الرابح ويوفر لك هنا عدة عشرة أدوات في أداة واحدة Powerful uh, sol uh, Solution uh, Product Finder uh, Chrome Extension Keyword Research Listing Optimization Sale Analysis and Money Order يعني هنا العديد من الأمور حيث تستحصل على الكلمات المفتاحية التي تستعمل في لبيع المنتجات الخاصة بأمازون كذلك الـ يعني اكستنشن تقوم بتحميله على الكروم لمساعدتك في الحصول على ما هي الـ يعني المنتجات الرابحه التي تحقق نسبه ارباح جيده بالنسبه للتسجيل فهو 25 دولار يعني بشكل شهري للاستفاده من هذا الموقع وهنا يمكنك أن تستعمل النسخه الديمو كما تلاحظون فهي فور فري هنا هنا الفيديو يشرح لك طريقه استعمال البرنامج لتبدا يعني بالعمل به اذا حتى يكون لديك امكانيه للعمل بشكل جيد يجب عليك ان تكون لديك الادوات اللازمه للبدء في العمل الان سنقوم بشرح طريقه التسجيل في امازون افيليت اول شيء سنقوم بالتوجه الى متصفح الموزيلا ثم سنقوم بفتح صفحه امازون الموقع الرسمي الخاص بامازون ثم سناتي الى اسفل اسفل الصفحه هنا كما تلاحظون عندما نتوجه الى الاسفل سنجد هنا لدينا بيكوم اذا سنقوم بالنقر على بكم انا وسننتظر الى حين تفتح معنا هذه الصفحة امازون اسوسييت اذا هنا سنقوم باستعانة بايميل يعني لتجربة الامور هو فقط يعني ايميل عشوائي سنقوم يعني بالحصول على الايميل ونبدأ يعني باكمال عملية التسجيل لاطلعكم على التفاصيل اذا هنا سنقوم بنسخ هذا الايميل العشوائي نعود الى امازون خطوات التسجيل ستقوم هنا بالنقر على أب للبدء في عمليه التسجيل هنا تختار اللغه لديك, لديك كذلك العربيه هنا يجب عليك ان تقوم باضافه كما كما تلاحظ هنا يقول لك قم باضافه الايميل أو موبايل فون نمبر يا اما الحساب يعني البريد الالكتروني الخاص بك او رقم الهاتف والباسورد اللي بالدخول الى الحساب في حالة كان لديك حساب في حالة لا هنا قم بالنقر على create your أمازون account يعني كشخص جديد ليس لديك حساب على امازون آه اذا بالنسبه للخطوات هنا يقول لك يور نيم يجب عليك ان تقوم باضافه الاسم الكامل الخاص بك مثلا ستقوم باضافه ثم هنا سنقوم بإضافة الإيميل ثم هنا سنقوم بوضع كلمة سر من طبيعة الحال تكون قوية تتألف من حروف كبيرة وصغيرة من طبيعة الحال وأرقام ثم تقوم هنا بالنقر على Create Your Amazon Account Uh, with problem enter your valid email address هنا يقول لك يجب عليك ان تقوم بادخال a إيميل email address وانا هنا قمت بوضع الرابط المنتج الخاص بامازون لاحظوا معي هنا لم اتاكد انني قمت بوضع uh, هنا الايميل لانني لم اضع له كوبي اذا هنا ساقوم باضافه الايميل مره اخرى من uh, حال الباسورد مرة أخرى سأقوم بإعادة الباسورد هنا إذا ثم سنقوم هنا بالنقر على create your Amazon account solve this puzzle to بروتكت protect your account إذا هنا سأقوم بإكمال هذه الكابتشا لطبعه آه حل لي تقوم بالمرور الى العمليه الثانيه دون المهم تمت العملية هذه الكابتشا معقدة قليلا هنا يقول لك أنه قد تم إرسال لك يعني رمز التحقق عن طريق البريد الإلكتروني سنعود إلى البريد المهمل وسنقوم بإعادة تدوير الصفحة وسنحصل يعني على الكود الذي تم إرساله بطبيعة الحال سننتظر فقط يعني يعني كما تلاحظون هنا يقول لك أرسلك هنا رابط أه سنقوم هنا بالنقر هنا على verify أمازون new amazon account هذا هو الكود هنا كما تلاحظون سنقوم بنسخ الكود ثم سنقوم بالعودة الى امازون وسنقوم بنسخه هنا ثم سنقوم بالنقر هنا على فيريفي لتاكيد الحساب اذا هنا يقول لك قم باضافه رقم الهاتف الخاص بك يجب عليك ان تقوم باضافه رقم هاتف من طبيعه الحال هنا سنقوم باضافه رقم اختيار اولا البلد الخاص بنا ثم سنبدا يعني بوضع رقم الهاتف الخاص بالبلد الخاص بنا مثلا انا هنا هنا يجب عليك ان تختار البلد الحقيقي الخاص بك ولا تختار يعني اي دولة بشكل عشوائي قم باختيار الدولة الخاصة بك لكن انا هنا كحساب تجريبي ساقوم فقط يعني بوضع المعلومات بشكل عشوائي تقوم هنا بالنقر على عدد نمبر موبايل ثم ستوصل برسالة على الهاتف الخاص بك تقوم يعني بإضافة الكود هنا بعد أن تقوم بإضافة الكود الخاص بك ستتوجه مباشرة إلى إضافة صفحة الفيسبوك أو الموقع الخاص بك كذلك تقوم بإضافة الاسم الأول والثاني ومعلومات بسيطة للبدء في القبول في أمازون بعد ان يتم قبولك بطبيعه الحال في امازون افيليت ستجد يعني في الايميل الخاص بك رساله تخبرك بانه قد تم قبولك في امازون افيليت عندما يتم قبولك ستجد هنا باللون الاحمر يعني اشعار يقول لك قم باضافه قسم الضرائب الخاص بك وكذلك ضبط المعلومات الخاصه بك في حاله لم يكن لديك رقم ضريبي فيمكنك ان تعمل في امازون افيليت لكن فيجب عليك ان تعلم انه سيتم اقتطاع منك نسبة 30% من الارباح التي تحصل عليها من امازون افيليت اذا كان هذا كل شيء اخواني كانت هذه هي طريقة العمل على امازون افيليت وطريقة التسجيل وكذلك ضبط الإعدادات الخاصة بامازون اتمنى ان تعجبكم هذه الحلقة واذا اعجبتكم لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لتتواصلوا بجديد القناة الخاصة بنا ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده واذا كان هناك اي سؤال يمكنك ان تقوم بطرحه في قسم التعليقات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته